بكم أعزائي المشاهدين الكرام في هذا اللقاء الجديد والمميز من لقاءات برنامجنا الوطني كفاءات أردنية. وكما عودناكم دائما نستضيف نخبة من أبناء هذا البلد، ونحن الآن ضيافة كفاءة جديدة وهو السيد قيس فاخوري من داخل شركة الفرسان لخدمات التأمين. سيد قيس، طبعا أنت بالبداية غني عن التعريف وبنحب نحكي لك عبر شاشتنا، أهلا وسهلا فيك ومنورنا. في البداية خلينا نتحدث عن حياتك المهنية قبل البدء في هذا المجال، تفضل. شكرا ست لينا، أول شيء أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم، وأنا يعني بتمنى لكم كل التوفيق في مسعاكم هون وفي أي مواقع أخرى إن شاء الله. أنا الحقيقة بدأت في عملي بالتأمين في بشهر 8 1987، وبدأت كنت وكيل، عملت وكيل في شركة التأمين الأمريكية، وظليت في شركة التأمين الأمريكية كوكيل تأمين على الحياة والتأمينات الصحية لغاية عام 2009. في العام 2009 أنهيت خدماتي من شركة التأمين الأمريكية، وعملت ترخيصي من وزارة صناعة وتجارة كوسيط للتأمينات، وأسست شركة وساطة اسمها الشركة المتميزة لخدمات التأمين. هاي الشركة مع الأسف لم يكتب لها الحياة لمدة طويلة، توقفت عن العمل، وبال2014 أسست شركة اللي هي الفرسان لخدمات التأمين، أنا وأحد زملائي في العمل، وهو أيضا عديلي بيكون اسمه السيد سلطان أبو مريم، وبقينا مع بعض لغاية تقريبا شهر 11 أو 12 2017. بعدين انفصلنا بكل ود واحترام، لأنه كل واحد منا كان له طريق مهني مختلف. أكيد. لغاية اليوم. نعم. سيد قيس، خلينا نتحدث عن الخدمات، آلية العمل من داخل هذه الشركة. إحنا وسطاء التأمين ستلينا عندنا عمل مهم جدا جدا. إحنا عبارة عن حلقة وصل ما بين شركة التأمين وما بين المواطن الأردني اللي هو متلقي لخدمة التأمين. زي ما بتعرفي هالأيام أصبحت حياتنا صعبة جدا. صحيح. من النواحي المادية، والإنسان بدون مساعدة من أصدقائه، من أقاربه، من زملائه في العمل لا يستطيع أنه يكمل. صحيح. ودليل على كلامي أنه تجد الآن في وقتنا الحالي في عندنا كثير إشي اسمه جمعيات خيرية ونقابات وتجمعات مهنية كثيرة. التأمين هو أحد الآليات لمساعدة الإنسان ماديا إذا تعرض لأي مشاكل أو أخطار في حياته. وبالتالي المواطن الأردني الآن مع صعوبة الأوضاع بحاجة لشيء اسمه تأمين. فإحنا مهمتنا حلقة وصل ما بين شركة التأمين وبين المواطن اللي هو متلقي هاي الخدمة. صحيح. كل التوفيق يا رب سيد. تسلم. قيس، إذن خلينا نحكي إنه كل شخص يعني بيمتاز بشيء معين. نعم. خلينا نتحدث عن المميزات لحضرتك من داخل هذه الشركة. الحقيقة من مميزات شركة الفرسان لخدمات التأمين، الحمد لله إحنا في عنا تعاقد مع أكثر من شركة تأمين في الأردن، وإحنا بنتشرف إنه بنشتغل الحقيقة مع تقريبا من أكبر الشركات في الأردن. حصولنا على هذه العقود بيأهلنا وبيساعدنا أنه نتعرف على العقود التأمين اللي بتقدمها هذه الشركات، وبالتالي ممكن جدا نخدم حاجة المواطن بطريقة كتير أفضل وبطريقة كتير أشمل، لأنه في عنا إحنا عنا يعني تصور لكافة الخدمات اللي بتقدمها شركات تأمين. أكيد. سيد قيس، كمان نقدر نحكي إنه كل شخص أكيد بيطمح للأفضلية. نعم. ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لحضرتك من داخل هذه الشركة؟ أنا والله إحنا في عنا الحقيقة بشركة الفرسان أكثر من هدف إن شاء الله وطموح للمستقبل. من أهمها إنه إحنا نقدر نقدم خدمة التأمين لأكبر عدد من القطاعات العامل في الأردن، هذا واحد. طموحنا الثاني إنه هذه الشركة إن شاء الله إذا مكتوب لها تكبر ويصير فيها عدد بائعين ومسوقين للتأمين أكثر. والطموح الأغلى والأعلى اللي هو تكون هذه الشركة أيضا مش بس نواة للبيع، تكون كمان نواة تعليمية أيضا. صحيح. للإخوان، لأنه هذه توفير فرص عمل. والعمل بالتأمين هو الحقيقة مهنة
وليس وظيفة يا ست لينا. إذا بتسمحي لي إذا الوقت بسمح أوضح. صحيح. المهنة أي يعني تستطيع تقومي فيها أنت أولا لأي سن، هذا واحد، في أي وقت. العمل أو الوظيفة هي بساعات محددة وحسب شو بريد رئيس العمل أو سياسة الشركة اللي الشخص بيكون فيها. أما المهنة فهو عمل مستمر وفيها خدمة جليلة جدا للمواطن الأردني وكبيرة. صحيح. وكبيرة. فإحنا بنطمح أيضا هذه الشركة في المستقبل تكون نواة تعليمية وتخلق فرص عمل للشباب الأردني، طبعا أقصد الشباب ذكورا وإناثا، لأنه هذا عمل كبير وعمل كل ما الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية انتعشت وكل ما زاد عدد السكان وكل ما زادت فرص العمل كل ما كان الحاجة للتأمين أكثر. أكيد. وبالتالي محتاجين إحنا لأشخاص يقدر يوصل هذه الخدمة لكل المواطنين الأردنيين اللي بيعملوا طبعا وفي القطاعات والمحتاجينها. صحيح. أيضا خلينا نحكي عن يعني كل شخص في بداية حياته المهنية بيواجه بعض مشكلات ومعوقات. ما هي المشكلات والمعوقات اللي واجهتك عند افتتاح هذه الشركة؟ الحقيقة من المعوقات أنا بعتقد اللي هي كانت، وأنا بعتقد أنها معوقات مؤقتة، هي كان الأمور المادية الحقيقة. هذه الحمد لله تجاوزناها، لكنها كانت صعبة. في مشكلة تانية ليست مادية، هي بثقافتنا إحنا في الأردن. يعني ثقافتنا ليست كثير بتشجع المواطن الأردني أن يقبل على ويشتري خدمة التأمين. ما زلنا لسه إحنا، وأنا بعتقد أنه الوضع الاقتصادي له دور. صحيح. له دور، لأنه الآن الشخص يعني أو أي شخص عامل في أولويات. قد ينظر لأولوياته ومسؤولياته تجاه أسرته، تجاه نفسه، تجاه عائلته، هذه أولويات. وقد يجتهد أنه هاي خدمة التأمين هي في نهاية سلم الأولويات وبالتالي أجلها. فكمان هذه إحنا ثقافتنا أيضا، يعني أولا خلينا أقول أولا الأمور المادية تمنع شوي المواطن الأردني يفكر بهذه الخدمة الآن، وهذا أنا بعتقد حق له مشروع لأنه هو ينظر لأولوياته أولا. المشكلة الثانية إحنا بثقافتنا أيضا نبتعد شوي عن التأمين، بنعتقد إنه يعني شو بدك بالتأمين يا أخي اللي بنسمعه، يعني لإيش التأمين، أو يعني زي ما بنسمع أحيانا إنه يا أخي توكل على الله، وهذا كلام ممتاز. إحنا دائما نتوكل على الله، لكن إحنا نحن نتوكل على رب العالمين، ولا نتوكل، ما بيصير. يعني إحنا نتوكل، يجب الإنسان يعمل. صحيح. الإنسان يجب أن يجتهد ويسعى ثم يطلب المساعدة والعون لكل مجتهد النصيب. لكل مجتهد النصيب. نعم نعم. فأيضا هذه يعني شوي بثقافتنا الحقيقة بنعتقد أنها عم بتشكل لنا تحدي. صحيح. تحدي. الجانب المشرق في هذا الموضوع أنه الأجيال الجديدة المتعلمة اللي أنهت شهادات جامعية والآن هي أيضا بتلمس الأوضاع الاقتصادية الراهنة وبتلمس كم الإنسان يجب أنه يتعب ويعمل حتى يحقق دخل. صحيح. بتفكر بجدية أكثر في موضوع التأمين وتسعى إله، وهذا جانب مشرق إن شاء الله. أكيد. نأمل أنه يستمر يعني إن شاء الله. أيضا سيد قيس خلينا نحكي عن تطور هذا القطاع في الأردن، قطاع التأمينات، كيف ترى أنه عم بيتطور بصير للأفضل أم بيرجع لورا؟ لا، التطور كتير كبير بقطاع التأمين. يعني أنا لما بدأت عام 1987 بالعمل، وأنا بحب أذكر هون ملاحظة أنه أنا اللي علمني التأمين والدي. والدي يعمل في التأمين من عام 60، وهو كان من الوكلاء وكان عنده مكتب من المكاتب الأولى كان بالتأمين، وكان يعمل مع شركة التأمين الأمريكية. فهو والدي بدأ في هذا العمل في عام 60. أنا أجيت بال87، فمن 60 لل87 كنا دائما لما نقعد يحكي لنا عن مدى التطور الكبير اللي صار خلال 27 سنة بالتأمين. أنا الآن بقدر أقول لكم ال87 لل2017، يعني أنت بتحكي عن 30 سنة تقريبا، تطور كبير جدا في التأمين. أولا في تطور بالخدمة المقدمة ببرامج التأمين اللي بنسوقها، في تطور بالمنافع
وخاصة بموضوع التأمين الصحي. في تطور في المهنية تبع موظفين التأمين، في تطور بعقلية المستهلك التأمين، أصبح الآن يعلم. صحيح. يعني أنا زمان أو في السابق أجي أحكي مع الست لينا تأمين تقول لي شو التأمين. الآن بيجي المستهلك بقول أنا ما بدي هذا النوع من الخدمة، أنا إذا تكرمت اعمل لي هذه الشغلة. فهو هذا دليل على أنه متنور وعم بقرأ. صحيح. وعم ببحث وعم بفكر. فلا، في تطور كبير الحياة. قيس، خلينا نتحدث عن الكادر العامل داخل هذه الشركة، كم عددهم وهل هم ذات كفاءة وخبرة؟ نعم، هلأ إحنا كشركة وساطة بيشتغل معنا وسطاء تأمين. هلأ أعداد وسطاء التأمين هو عدد الحقيقة يعني متذبذب، ما يعني هو لا يستقر. ليش؟ لأنه وسيط التأمين هو في النهاية هذا عمل حر، فممكن يشتغل مع شركة الفرسان لمدة 6 أشهر، سنة أو سنتين، ثم ممكن يروح أسس شركته لحاله. أو ممكن يرى أنه مع وسيط تاني أو بشركة تأمين يكون مستقبله ماديا ومهنيا أفضل. فإحنا في الوقت الحالي أنا بشتغل معي تقريبا 4 وسطاء تأمين. هم جوهر عملهم تسويق خدمة التأمين، بالإضافة طبعا أنه في بالمكتب سكرتارية طبعا، وفي عنا الشركة لها محاسب ولها مدقق حسابات، وفي لها مستشار قانوني. هذا الكادر تبعنا إحنا بهذا العدد، يعني المقيمين بالشركة تقريبا 4-5 داخل الموقع. سيد قيس، خلينا نتجه لمحور آخر. خلينا نوجه بطاقة معايدة لجلالة الملك عبد الله الثاني، بإحنا رأس سنة جديدة إن شاء الله بتنعاد علينا وعليكم بالخير. خلينا نوجه بطاقة معايدة لجلالة الملك عبد الله الثاني، تفضل. يعني أنا بدي أستغل هاي المناسبة وأتشكركم وأتوجه لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأسمى آيات التهنئة والتعييد، وإن شاء الله إنه الأردن دائما بكون مستقر، وإن شاء الله الأردن دائما بكون للأمام متطور بجهود سيدنا صاحب الجلالة وبجهود كل الأردنيين العاملين إن شاء الله. أكيد. أيضا خلينا نوجه بطاقة شكر لحماة الوطن العين السهر على الحدود. إحنا بنعمة نحصد عليها اللي هي نعمة الأمن والأمان، ودائما إحنا بنشبه الأردن بحديقة داخل حريقة. طبعا يعني إحنا لولا نعمة الأمن أو نعمل الأمن والأمان بعد ربنا، يعني ما في أي شخص بيقدر يفتح محله أو شركته أو يستثمر داخل هذا البلد. خلينا نوجه لهم بطاقة شكر على شاشتنا. أيضا كمان يعني الحقيقة إنه حماة الديار يستحقون كل الشكر وكل التقدير. كلامك صحيح ست لينا، إحنا عايشين الآن في 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 موقع كثير صعب، وإحنا شايفين إيش عم بيصير حوالينا. صحيح. من قصص صعبة جدا، صعبة جدا. لا شك إنه 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 هؤلاء الأشخاص عم بقوموا بعمل كبير جدا وجهد أنا برأيي منقطع النظير، للحفاظ على واحتنا دائما تكون آمنة. أنا كإنسان مدني لا يسعني إلا أقول الله يعطيهم العافية، يعني إن شاء الله إن شاء الله. سيد قيس، قبل نهاية برنامجنا خلينا نحدد للسادة المشاهدين موقع هذه الشركة، شركة الفرسان لخدمات التأمين. إذا عندكم صفحة على الفيسبوك أو الويب سايت أو أرقام تحب تذكرها للتواصل؟ في ويب سايت لسه تحت الإنشاء، تحت الإنشاء. في على الفيسبوك كمان صفحة مع الأسف لسه ما اكتملت. بس أنا عنواننا إحنا بوادي صقرة، شارع اسمه هاني الشيباني، عمارة رقم 17. تليفوناتنا الأرضية 4651-05، الموبايل 079-70-56-040. أكيد الأرقام رح تظهر على الشاشة عن زميلنا محمد صبحة في وحدة المونتاج. وفي نهاية لقائنا أعزائنا المشاهدين الكرام، نتقدم جزيل الشكر والعرفان للسيد قيس فاخوري من داخل شركة الفرسان لخدمات التأمين. شكرا لجهودك معنا وطبعا منورت شاشتنا. شكرا لكم والله يعطيكم العافية، ويعني كل الشكر والله. كل الشكر والتقدير. كل الشكر والتقدير.